هذا يا بنات هذا شكله سادة. اهلا اهلا او خبز اللي بافلام كرتون. طبعا ما اخفي لكم هذا البطاطس. يلا تعالوا نروح كلنا المطعم ساين، المطعم المميز بديكورات الجميلة، تجمع لكم بين الجودة والسعر والطعم اللذيذ الفريش. ولدنا سعد الله يحفظه. طلبت من المتجر ويكتبون على القطعة اللي تبينها. مرحبا بنات، طلبت من متجر ناتشورال بيوتي جلو، توهج الطبيعي. من متجر توهج الطبيعي ناتشورال بيوتي جلو، اللي يبغى يصور هذا الكارت كبشروه. طلبنا السدر، اللي مهتمات بالسدر ومع مجموعة ثانية. هذا السدر طبعا اول تعامل لنا، بس ان شاء الله يكون حلو. انا صراحة ما نوع استخدمه، يبونا بناتي. وهذه مع المجموعة اللي هي العلبة اللي نخط فيها الأنيقة صراحة. وهذا غطاء الشعر وفرشة، ومعها مشط اللي يصبغ يعني ويمشط، ومعها غطاء الشعر قطعتين. راح ان شاء الله نجربه. شكله ما شاء الله تبارك الرحمن السدر نظيف. طول ما عمري استخدمته في حياتي صراحة، بناتي اول مرة يستخدمونه، واقول لكم تجربتنا بعد الاستخدام. راح اشوف اذا قدرت حطيت لها حسابها بالصندوق، اذا ما قدرتوا تكبشرونه هنا. وطلبنا بعد، طلبنا من متجر روبل. هذا المتجر الأنيق جنن، حقت الصدر ترى كان معها استكرات، بس خذوها بناتي استكرات كذا لطيفة كيوت. تهمني أنا التفاصيل هذه دائما. هذا متجر روبن برضو، التفاصيل مرة حلوة كيوت، تغليف كل شيء. لما ساعد الأكواب كان حاطين لنا 4 من 5 استخدمناهم، باقي 2 جاي الأكواب هدية معه. ويكتبون على القطعة اللي تبين. هذا البنتي فهي حاطة اسمها بالقهوة الأفضل، حاطين كارت معها. أنا كنت بحلم بك معي، تجربتك معنا رحلة القهوة مليئة بالتجارب، استمتع بالرحلة وشاركها مع من فريق روبن. شكرا لكم يا فريق روبن. طلبت هذه قاعدة حقت القهوة واسمها حنين، راح تشوفون ان شاء الله اصور لكم فيها كثير. متجر روبن واسم بنتي حنين. اذا عجبني الوصف طلبت لي لحالي وكتبت عليه اسمي انا. يلا حنين وحنان واحد. فوريكم اياها. هلا هلا يا جميلاتي، جبت لكم وقد تكلمت وفتحتها معاكم في فلوقات سابقة. جبت لكم المجموعة السحرية من ركن الجمال، حرفيا مو كلام دعايات، صدق صدق لما جربتها تأكدت من مفعولها السحري. تاخذ العقل يا بنات، تجنن تجنن شوية عليها. مرة تعطي البشرة قلوي. مجموعة دكتور فيتامين بحمض الهايرونيك، تخلي البشرة قلوي، تشيل الخطوط الدقيقة الرفيعة اللي تحت العين اللي حول الفم، تخلي البشرة كأنك شاربة 3 لتر 4 لتر موية مستصحة، مثل بشرة الكوريات واليابانيات. يعني حرفيا لما شافوا كلامي على منتجاتهم أعطوني كود خصم الله يسعدهم، وبنزله لكم الحين على الشاشة، وراح أنزلها لكم تحت الفلوق في صندوق الوصف أول تعليق مثبت مع كود الخصم. لا تفوتكم عروض اليوم الوطني، اطلبوا منهم، مرة شيء خيالي من الآخر. طبعا كيف طريقتها؟ أول شيء شوفوا لي شهر ونص ونستعملها، شوفوا الكمية كيف راهية وتوفرية يوميا ما شاء الله تبارك الرحمن. استخدمها بالنادي، وإذا جيت أنوم استخدم الكبسولات. الكبسولات تقريبا 7 عددها،
والكبسولة الواحدة تكفيك أسبوع، ممكن أسبوع بالراحة. الطريقة تأخذون الحمض هذا اللي هو الهايرونيك، تبلونه بقطنة اللي هو دكتور فيتامين للبشرة، جميع أنواع البشرات حتى البشرة الحساسة تناسبها، تحطونه في قطنة تمسحون الوجه. أنا مرات بقطنة مرات بيدي أحطه على الرقبة، لا تنسون الرقبة أهم شيء مع وحدوها مع الوجه. بعدين تنتظرونه كذا شوي يجف، لأنه هو زي الموية راح يجف على طول. تحطون السيريوم اللي بعده وتدلكون من الداخل للخارج، تحت العين، حول الفم، الخطوط الدقيقة اللي عندك بالوجه، حول مكان الخدود، المسامات إذا عندك مسامات، ودلكي من عند الأنف إلى فوق ارفعي. بعدين تنتظريها تجف، بعدين حطي الكريم واستمتعي بأفضل بشرة صحية ونظرة. ما شاء الله صدق صدق، يعني أنا شفت النتيجة بعيني من تجربة. لما أرسلوا لي كود خصم قلت يستاهلون متابعاتي، أنزل لهم هذا السحر اللي أنا جربته بنفسي. يعني صراحة نتيجة فورية، يعني تطلعين تبين وجهك كأنك حتى لو تعبان ذبلان تحطينها يطلع وجهك نظارة مستصح، يعطي كذا لمعة وقلوي حلو. الكيمياء حقتها على الوجه مرة حلوة، فراح تدعو لي. ولا تفوتكم عروض اليوم الوطني، مرة مسوين عروض جميلة، ادخلوا على ركن الجمال في الرابط وشوفوا العروض. المهم يا بنات مثل ما قلت لكم لا تفوتكم، مرة جميلة. والكل يسألني بشرتي عن النادي، الكل يسألني ايش تستخدمين لبشرتك، ايش تستخدمين لشعرك، ما شاء الله مسوية بروتين لشعرك ولا لا، مسوية نحت لخصرك ولا لا. وانا اضحك اقول لهم تبون تعرفون كل شيء تابعوا سنابي، تابعوا قناتي، ترى كل شيء انزله حرفيا ما ابخل عليكم بشيء. واللي تجيني تسألني الله يسعدها ايش نظامك الغذائي، قلت حتى نظام الغذائي انزله ترى قوي، تقريبا فطور وعشاء. انا ادري ان طريقتي ترى مو صحيحة بس هذا اللي انا متبعته. ولدرجة البنات جوني قال مسوية نحت لخصرك، قلت لها الحمد لله نحتها بالتمارين مع كوتش طرفة. فقبل ما اروح التمرين اخذ بيضة مسلوقة كاملة وثنتين بس بياض البيض عشان عندي الكوليسترول ابغاه ينزل، ومع خس، مع خبزة توست واحدة، مع طماط خيار كذا، خضروات بسيطة اكلها، يكون هذا غداي وفطوري مع بعض. بعدين اروح النادي ومعي كوب قهوة سوداء، مع ان ما انصح فيها. بعد ما اطلع من النادي اكل علبة تونة فقط، هذا اللي انا قاعدة عليه. مرات يعني اخذ حلى مع قهوة في الليل، حلى بروتين. ومرات يعني اطلع بشطحات بس بسيطة جدا جدا، اني مثلا اكل حبتين بطاطس مقلي او ثلاثة عن خاطري زي كذا. بس تقريبا نظامي هذا نظام اللي ماشي عليه. مرات ادخل اذا اشتهيت حلا اللي هو جرانولا مع حليب، جرانولا حالية تجنن تاخذ العقل، او زبادي بروتين بالنكهات حالية، او شراب البروتين هذا اذا اشتهيت حلا دخلت هذه الاشياء وبس. والله هذا نظامي الصحي ونظام بشرتي مع هذه المجموعة صايرة، فمرة صاير خيالي الحمد لله، اللهم لك الحمد. كأني ضاربة إبار فيلر أو بوتكس، الخطوط اللي تحت العين تروح الحمد لله، اللي حول الفم البسيطة تروح، يعطي المسامات يقفلها ويعطي البشرة قلوي ونضارة. مرة عن جد بالتجربة أنصحكم فيها. فاللي تحبني تنشر كود الخصم لكل الجروبات اللي عندها، وتنشر تنسخ الرابط من التعليق ومع الرابط الركن الجمال وتنشره. يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله بتدعوا لي تجربة ممتعة بإذن الله. طبعا مو إعلان، والله العظيم أني دافعة قيمة المجموعة، بس أعطوني كود خصم الله يسعدهم عشان أستفيد منه وتستفيدون أنتم. وبإذن الله متأكدة متأكدة راح تدعوا لي مثل ما دعيت أنا الحنان المالكي، صراحة أخذتها من إعلانها ونزلت كلام بالسناب ومنشنت عليها في سناب شات. والحمد لله مثل ما تحب الخير غيرك يجي ربي يرزقك بالخير. سبحان الله، يعني منشنت وعلمت اني خذيتها عن طريقها، وكود خصمها حطيت لما طلبتها، ربي ساق لي الرزق لعندي، اعطوني كود خصم لكم. والحمد لله مثل ما تحب الخير لغيرك ربي بيرزقك الخير.
أشرب قهوتي وأسقي النباتات وأرجعها أماكنها. صالة الطلبيات شيئا حقت النادي، متحمسة عليها إن شاء الله الملابس تطلع بيرفكت. هذا الشيء الحلو في شيئاً إنك إذا شريتي تقشين قش، خذيت كل هذه الملابس للنادي وفي كذا قطعة بعد فتحتهم، من ضمنهم الشنطة، الشنطة فتحتها استخدمتها مرة تاخذ العقل حلوة، حتى للمسبة يعني تاخذ صراحة عفش أنيقة جميلة مرة. جبت شوزات بعد، بس شكلي راح أطلب شوز ماركة ماش مو مريحة حقت شيئاً. أهلا بنات، اعذروني على التأخير، وعدتكم إني أوريكم ملابس الرياضة، فجالسة أحاول أدور لكم زاوية حلوة مرتبة عشان أعرضها لكم. شوفوا أول شيء هذا القطعة معانا تقريبا هي تحسون إنها خريفية، مو يعني صيفية، القماش سميكة شوي بس أنا مبسوطة لأن أبيها تشد على الزنود عشان مع اللي هي اليد من فوق اللي هذا المكان، عشان مع النحف ما يترحل. والمقاس سمول، أنا وزني في الستينات فمقاس سمول مناسبني لأنها البدلة تنمط يعني تتمطط على استرج، لو ما تنمط كان ما راح تدخل فيني مستحيل، يعني لازم ميديم. فدائما أذكر لكم هذا الشيء بالمقاطع أنه إذا صارت لوحدك لوحدة أدرب جسمها ووزنها، إذا صارت تمط خذوا سمول، ما تمط خذوا ميديم، طبعا كل واحدة ووزنها. المهم وهذا البنطلون اللي تجيكم فيه هذه القصة من وراء اللي ترتب الجسم، والخصر ترى عالي بس ما عرفت أعرضه لكم إلا كذا، يجيكم الخصر عالي، يجيكم الخصر عالي مثل ما وريتكم من هنا. شوفوا إني صافتها كذا عشان أوريكم شكل البنطلون، طبعا شكل البنطلون مرة صغير تقولين مستحيل يدخل، بس لا يدخل ويرتب الجسم ويرسم رسم. هذا واحد من البدل اللي لسه جديدة ما لبستها، تعتبرهم كلهم جدد بس صراحة تأخرت عليكم في التصوير وبعضهم لبستهم يعني على لبسة واحدة. طبعا موديلها البطن يكون واضح، أقول لكم صريحة من الحين البطن يكون باين شوي من فوق السرة وكذا تقريبا 2 سنتي يكون واضح. هذا يا بنات ياخذ العقل، جميل مرة للنادي ومريح فضفاض وسيع نفس الوقت ساتر، بس دلعته كبيرة بس ما تطلع الصدر، حد انها شوي بيطلع الصدر بس انها كبيرة، اللي تحب الدلع الواسعة راح يناسبها. حركة كذا الجيوب مو حلوة فيه، فضفاض يتضوق من الحزام فوق، وهذا البدي حقه، بس أنا صراحة كبرت المقاس وتحسفت إني كبرته مرة، المفروض أخذ مديم. رحت أنا شطحت وخذت لارج، أبيه فضفاض مرة، فصار مرة صراحة وسيع لدرجة إني قاعدة أفكر أوديه الخياط يضوق علي، يعني سوي له تضويق شوي عشان يجي أرتب علي. بس مشفته علي حلو عودت، قلت بخليه راح اكوي لكم واصور لكم وهو مكوي ارتب واحلى. وفي هالموديل بنات مره يجنن، اللي يتمدد صيفي قماشته تشد الجسم ترتبها مره حيل، ويطلع للي ما عندها ملامح انثويه يطلع لها ملامح انثويه من ورا البلوزه على شكل اكس، والبنطلون فيه الحركه اللي تزم الشكل ويطلع مرتب حلو، راح اوريكم اياها من وراء. هذا شكله ساده ما في شيء، بس سبحان الله لمسات بسيطه تلعب دور. هذا البدي من وراء حركه الاكس مره حلوه، وثلاث سيور معها مو بوحده، وهذه حركه البنطلون الحركه اللي اقول لكم تخلي الجسم انثوي ومرتب. طبعا في بلايز تكون شفافة ومخرمة أسود وأبيض وألوان، اللي تحب تنسق معهم عشان تكون أستر تنسق لها كذا البلايز المخرمة. أنا خذيت واحد لون أسود اللي هو هذا الحركة، وفي أشياء أخف يعني تكون تخريمتها أكبر، هذه ترى ثقيلة حيث اللي تبي تلبسها فوق اللبس أستر وطويلة.
في أشياء تكون مخرمة تخريمات أوسع، وفيها أشكال ثانية، في نصكم أنا أخذتكم طويل. هذا المدير فظيع من الآخر، قماشته باردة تاخذ العقل، برضو يرتب الجسم. راح أقرب لكم موديلة فقط من وراء، ولا عجبني لأن شوفوا موديلة من وراء، شفتوا كيف فتحة تضطر عندي تبين شوي من وراء، فبس إنه حلو بارد مرة، قماشته باردة بس اللي تجيكي بريستر ما تشفط العرق، عرفتوا؟ بس باردة. أنا بقول لكم شيء صراحة، دلعت نفسي بالملابس، طقمت الملابس والشرابات، ساعات الرياضة، السير حقهم، بعض الأكواب اللي هي تبع الموية، خذيت لي كذا كوب وكذا لون، فمرة الحمد لله كذا شوز مع الملابس، فمرة الحمد لله صايرة أروح النادي بطاقة إيجابية وبحماس، لأني عندي ستايلات قاعدة ألبس أدلع نفسي، وكل مرة أروح أتحمس على لبس جديد عشان كيف بيطلع جسمي، وأنا ناحفة الحمد لله مترتب جسمي بزيادة، وصاير مرة حلو كل أوتفت يعني في النادي ينهارون عليه، وكل أوتفت الحمد لله اللهم لك الحمد أحلى من الثاني، فمرة مبسوطة من هذا الشيء. هذا اللون الخرافي بك يا سعد عين تراك ويا سعدي وجهك صباح العد واحساسي طيرا، وايش قد احبك ما ادري بس انت عدي، حبك في ضوء يجري في دمي اثيرا، فرحتك دوم سعد وجيت اشبه ما تنوصف في كلمة غير السعادة، ما فرحت بس الأهل والأحبة إلا انطرت في الرياء. هنا منقط يعني نقشة منه وفيه، حتى البدي نقشة منه وفيه، عرفتوا؟ فمرة هذا حلو، وكنت بلبسه صراحة من أول الملابس اللي طلبتها، بس تذكرت اليوم الوطني قريب بتأخليه اليوم الوطني يلبسه في النادي لأنهم يحتفلون باليوم الوطني إذا جاء. هذه البلوزة يا بنات اللي أقول لكم مخرمة، إذا تبون تلبسونها فوق البديات عشان يكون شكل رياضي أو أستر، وهذه أنا صراحة يعني قليل لبستها صراحة، وهذه وما لبستها الآن، وهذا البدي الجاكيت يجنن، ياخذ العقل مرة، يخلي جسم بيرفكت وينحف الجسم بزيادة. طبعا كلهم سمول، اللي نحيفة مرة تاخذ إكس سمول، اللي وزنها في الخمسينات تاخذ اكس سمول، انا وزني في الستينات اما اخذ سمول حلوة علي مرة، الميديم تجي واسعة. هذا الطقم تنسيقي، خذيت جاكيت بيج وخذيت بنطلون بيج من دايزي، طبعا الجاكيت خذيت مقاس ميديم وجوسي علي، سويت له استبدال وجبت سمول جا مرتب علي مرة، اما الميديم جا وسيع وسيع واضح انه مو مقاسي، اما دايزي تختلف عن شيء ان هي من مجموعة الماركات اللي بشيئن، بس مقاساتها غير عن شيئن، صراحة طلبت البنطلون ميديم وجاء تمام علي، بس مع الرياضة ينزل شوي، ممكن لو انه سمول يكون ماسك اكثر يعني مع الحركة والرياضة ما ينزل، بس البنطلون سادة ما في شيء، والجاكيت كذا بس خامته منه فيه كذا مخطط حلو بارد.
الوجبة الصحية تقريبا 14 جرام بالبيض، حاطة بياض بيضتين فيها 7 والكاملة فيها 7 بروتين، وهنا 27 بروتين، فحلو تقريبا 16 بروتين في البيض و 27 بروتين في الشراب اليوناني، عشان لازم أقفل احتياجي بالبروتين مع النادي. ورحت على محل حلويات تاوا، المحل المميز والمعروف، مرة يواجه ولذيذ وشكله فخم ومناسب لمناسبتنا، لونها أزرق مناسب أن ولدنا ولد المولود، بوكس حالي وبوكس مالح، راح أصور لكم صورة له، المشكلة نسيت أصور لكم في المناسبة يوم خذيتها، مرة شكله جميل واجه. هذا شكل البوكس اللي باللوحة، هذا هو السماوي اللي دائرتين مع بعض. بك يا سعد عين تراك يا سعدي، وجهك صباح العطر وإحساسي طيرا، وإيش قد أحبك مدري بس أنت عدي، حبك فضى ويجري في دمي أثيرا. يا صباح الخير، صباح الجمعة السعيد. اليوم أمس رح نستقبل سعد الله يحفظه، وهذه توزيعاتهم حقت سعد. اليوم بنبخر يوم الجمعة بمبخرة سعودي اللي خلي لأمه بيبي سعد، كيوت المبخرة، الفايبز حقها فخار مرة، حلو أنيقة كيوت، جوي هذا المباخر. اللي تابعني من زمان يعرف إن هذا النوعية جوي، وهذه أملاح للبحر، استرخاء مع لافندر، وصابونة باسم سعد الله يحفظه ويخلي لأمه يا رب يقر عينها فيه. مملك النادي كل شيء راح ألبس بسابينك كذا دمه خفيف وتغيير. اليوم عندنا برجر راح نجربه، مرة متحمسة على كثر ما شفت الإعلانات، تحمست أجربه، وكرومي تجيبها أي شيء وردي تجيبها تقول واو محل باربي، قلت أبشري بوديكي محل باربي، فراح ألبسها إن شاء الله وننطلق مع بعض للمحل الوردي، إذا شفتوه بتعرفونه. الثاني فيه 4 وجبات 88، الثالث فيه 6 وجبات 132. مثل ما قلت لكم اليوم المفتوح في الدايت مع ظهريات ساين غير
فحبيت افتح يوم الدايت يوم الاوف تبع الدايت مع ساين. اذا اول تجربه لي اذا عجبني راح يكون ادماني الجديد اللي افتح فيه بريك الدايت. سهرتنا مع ساين نتعشى ونتابع قلب برجر فريش وطازج ونتابع برامجنا المفضله. جينا على برجر ساي ناخذ ألف برجر. ونجي نكمل سهرتنا هنا مع بوكس ساين عشان نروق عليه. مثل ما قلت لكم جودة وسعر وظهريات ساين وبريك الغداء والأوف تبع الدايت مالك إلا ساين تفتح الدايت معه. مع ساين سعر وجودة نادر تلقاها. راح اتذوق معاكم اعلمكم كيف الطعام فريش وجودة رائعة لا يعلى عليها. لازم نغمس مع الصوص اللذيذ ونذوق همبرجر الفريش والفرايز فريش لذيذ لا يقاوم. عاد انا جو الصوصات الصوص لذيذ. الهمبرجر يعطيك إيحاء كأنه خبز فرنسي أو خبز اللي بأفلام كرتون. شكل ياخذ العقل. طبعا ما أخفيكم هذا البطاطس الطازج اللي أخذ قلب بنتي. بسم الله على قلبها أخذته في السيارة قاعدة تاكل زي ما شفتوا عيت تعطينا من بسم الله عليها تقول حقي حقي عاد عشان لونه بردي مرة جازلة. هو أصلا لذيذ فريش كأنه بطاطس بيت. شفتوا بطاطس البيت لما تضبطونه تقلونه يطلع مقرمش كريسبي وطازج نفسه بالضبط. ونتابع ونقضي احلى وقت مع ساين. طبعا لا احكي لكم شكل المطعم بيكون مطعم بنتي المفضل عشان لون البنك والبوكس العائلي الذي انتظرناه. يلا بالعافية علينا كمل وجبتي واشوفكم بعدين.